الكلام ده. انا والله العظيم ما خدتش حاجه، انا مش معايا 7 جنيه في جيبي. سيدي الاردنيه راجعه للزنزانه من تاني، وشكل السجن المره الاولى ما عملش حاجه، مديونه ب 87000 جنيه والسبب ما حدش يتوقعه. ازاي بلوجر سوزي الاردنيه هترجع السجن تاني؟ اسر المكالمه اللي ضيعت مستقبلها، حكايه القضيه اللي عليها، وازاي عملت بطاقه تموين. لو عاوزين تعرفوا الحكايه يبقى الفيديو ده ليكم، تابعوني للاخر علشان تعرفوا كل التفاصيل. مش هتشوفي الشمس تاني، وبتودع صحابها واهلها. سوزي الاردنيه وقعت في مشكله كبيره ومحدش سمع عليها، قعدت البورشي والزنزانه هترجع لها تاني. الحكايه بدات لما طلبت اوردر من شركه عالميه عندها مقتنيات بتاعه ملوك، حاجات كده نادره من بتاعه زمان اللي تلها في العين وتسحرها. الاوردر طلع باسمها وبالمكان اللي قالت عليه ورقمها متسجل، واتعمل ليه تتبع علشان لو فكرت تهرب كده ولا كده يعرفوا يجيبوها. لما العميل كلمها تدفع الشيك اللي بمبلغ 87000 جنيه ثمن الاوردر، لكن اللي حصل ما كانش على البال. سوزي كانت مفكره ان حد من اصحابها بيعمل فيها مقلب، بس العميل قال لها يا فندم حضرتك طلبتي اوردر ووصل لحضرتك والمبلغ لازم يتسدد فورا، والا هنتخذ الاجراءات القانونيه ضدك. سوزي حاولت تفهمه انها ما تعرفش يعني ايه اصلا انتيكا وعن الفلوس. قالت انا اغلى حاجه اشتريتها اونلاين بلوزه ب 170 جنيه بس ولسه ما جاتليش. هي قالت له من الاخر عنوان غلط يا استاذ، ولم الليله علشان احنا في رمضان، ما تخليش العفاريت تطلع عليك. وده لانها كانت مفكره ان العميل طلب الرقم غلط، بس هو فهمها كل حاجه وقال لها على بياناتها والانتيكه اللي على شكل ساعه مرصعه بالذهب. شرح لها الموضوع، وهنا بالتحديد خيال سوزي سرح وافتكرت اللومان وقالت يا روح ما بعدك روح، والله يا استاذ انا ما اعرف حاجه، وما امك في جيبي 7 جنيه على بعضهم حتى اسالوا عني. هي اندمجت مع المكالمه وركبها ثابت خالص، اتقال لها تدفع بالفيزا طالما مش موجوده في البيت، وكمان هي اللي كانت طلبت تدفع كاش، ده بعد محاولتها الهروب بحجه انها مش في البيت. ردها كان مفاجاه انها عملت بطاقه تموين بالعافيه، مش معقول تعمل بطاقه فيزا وتشتري حاجه زي كده، دي ما تعرفش يعني ايه انتيكا اصلا. لولا ان البلوجر مروان جليتش ضحك من الموقف كان هيحصل لسوزي حاجه. اصل الموضوع طلع مكالمه عملها مروان في سوزي على انها مقلب، بس هي كانت مضحكه جدا في المكالمة لحد ما وصلت لمرحلة الشيكات. ضحكتها سمعت الجيران في الأول وبعدين اختفت. سوزي قفلت في وش مروان وقالت له بلاش أطول لساني، احنا في أيام مباركة وما تخلينيش علشان لساني ما يطولش عليك. مروان قال لها إن القطعة الأصلية بالأنتيكة مليون دولار. لسان حال سوزي كان الكلام ده في الشارع اللي وراه، بس مروان عرف يختار الشخص الصح اللي يعمل فيه مقلب بسبب كوميديا سوزي، خصوصا لما قال لها الدفع كاش. سوزي دلوقتي عايشة اللحظة والحب مطير النوم من عينيها، وكل ده علشان حبيب القلب خطيبها طارق. هي عامله مفاجاه ليهم مكلفه نفسها خالص، اشترت هديه جامده وقالت ده احسن يوم في حياتي، جبت هديه لحبيبي المجنون، شغلت اغاني رومانسيه وعلقت بلالين في الشقه. سوزي بتعتبر لسانها السر شهرتها، الخلايجه بيحبوها قوي وهتلاقيهم في التعليقات دايما بيدعموها. في النهايه بقى يا ترى ايه رايكم في اللي حصل للبلوجر سوزي الاردنيه واللي كانت هتتورط في مبلغ كبير زي ده؟ اكتبوا رايكم في التعليقات.